ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence عبارة عن مجموعة من التقنيات اللي تمكن الأنظمة من الاكتشاف والفهم والتصرف والتعلم بمفردها أو بالاشتراك مع البشر، ولديها العديد من القدرات الشبيهة بالبشر زي القدرة على التعلم والتمييز بين الأشياء. ومع ذلك لديها فائدة كبيرة واحدة تختلف عن البشر، إن التقنيات لا تحتاج إلى النوم لتعمل. حتى لو احنا ما نعرفش، الذكاء الاصطناعي موجود فعلا في العديد من الخدمات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. الذكاء الاصطناعي بيتقدم لدرجة إنه ممكن يتعلم من غير ما يتفاعل مع البشر. شركات كتيرة جدا دلوقتي بتدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في العمليات بتاعتها عشان تحسن الأداء ومستويات الخدمة والمساءلة، بالإضافة لإنشاء حلول بتركز على رفاهية المواطنين.